اول قنبله يعني سمعتها كده باذني كانت حقت فام سنتا، تدعس كده محل مبلول ولا محل فيلو بيل، تسير حلاوه ولا تسير بطاطس كده، والناس يقولوا ايه، قلت نفسي اني في فيلم ماني قادر اصدق. قالوا زامتشي في عالم ثاني ما افهم شيء، تلاقي من كل طينه موجود، الاكل فين راح؟ هذا غبي ما يعرف شيء. جيت امسك نفسي على طول انفجرت، بديت اضحك الا قام فرش لي. احنا كنا نحسبه مسلم سفر ساعتين وشيء، واجي قبلك قول ايش اسوي؟ قال لي روح كل جورو. اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من بودكاست العميق. اليوم معانا صفوان ابراهيم. اوكي صفوان ابراهيم، قول لنا مين انت، اعطينا نبذه مختصره عنك. اوكي صفوان ابراهيم صالح، درست جامعه في سولالاميدو يونيفرسيتي بي اس سي اللي هو بكالوريوس، وبعدين الحمد لله توفقت وبرضو اخذت ماجستير من الهند في فيزياء، بس في مجال يقولوا له ثيوريتيكال كوندنسد ماتر فيزيكس. كم سنه لك في نيجيريا؟ ما شاء الله جيت 2008 سافرت الهند 2019 ورجعت 2021، انا 14 سنه تقريبا. فيعني عندنا اسئله قويه ما شاء الله، انه انت اتوقع للان انت اكثر ضيف جلس في نيجيريا. ان شاء الله بس اقدر اجاوب عليها كلها. قبل ما تجي نيجيريا، ايش المعلومات اللي كنت تسمعها عن نيجيريا؟ طبعا انا وقت ما جيت نيجيريا توي كان عمري 14 سنه، فيعني زي ما تقولي يعني ما بلغت سن الرشد، فالناس اللي كنت اتداخل معاهم يعني كلهم كانوا تقريبا في نفس السن. فكنت اسمع ان يقولوا نيجيريا هي البلاد المالحه مالحه، ويعني فيها صعوبات مره كثيره. وطبعا سمعت عن السحر، ما سحر احيانا لما كده تيجي تمشي تدعس كده محل مبلول ولا محل فيلو بيل، تسير حلاوه ولا تسير بطاطس حلاوه اشياء حلاوه مو ارنب. فانا كنت يعني اخذها كانها بس طرفات كده تسمعها من اصحابك وزي كده. اوكي يعني كانها نكت، يعني ما كانها نكت بس. بعض طبعا يقولوا في الفساد وزي كده، هذه الاشياء يعني اللي سمعتها، لانه طبعا زي ما قلت لك الناس اللي كنت اسمع منهم عن نيجيريا كانوا تقريبا في نفس العمر. اوكي يعني فعشان كذا ما اخذت الاشياء اللي قالوها بجديه، لانه هم اوريدي يعني صغار وزي كذا. صغار صحيح. ما شاء الله عليك درست ثانويه وجامعه في الهند، في الهند لك في نيجيريا صحيح. فاول شيء نبغى نتكلم عن تجربتك في الدراسه في المدرسه. في المدرسه اتوقع انك درست كمان في جونيور سكندري سكول اللي هو متوسط. متوسط صحيح. بعدين ثانوي. اوكي حكينا ايش كيف كانت تجربتك مقارنة بالسعودية؟ جيت درست بلد كنت بتدرس في السعودية، بعدين جيت نيجيريا درست متوسط، ايش كان الفرق؟ صراحة الفرق كان كبير وشاسع. أول شيء لأنه طبعا اللغة مو نفس الشيء، هناك عندهم الثقافة بالعربي، هنا الثقافة بالإنجليزي. صراحة في السعودية يعني كنت يعني من أفضل الطلاب في الرياضيات والانجليزي في فصلي، طبعا من دون فخر. فاتوقعت ما شاء الله يعني اذا جيت هنا يعني مستواي في الانجليزي راح يكون مره عالي، وفي الرياضيات كذلك. فطبعا اول ما جيت هنا، طبعا هنا المدارس في نوعين، في مدارس عربيه وفي مدارس انجليزيه، او يعني بوكو يعني تقول لي ويسترن اديوكيشن سيستم، نظام التعليم الاجنبي الغربي. أيوه. ففي برضو المدارس اللي زي اس اس اللي هي مدرسه العلوم العربيه، طبعا يدرسوا انجليزي يعني اكثر، يدرسوا انجليزي يعني اكثر من السعوديه بكثير، بس يعني اكثر الاشياء اللي تخصصوا فيها تكون كلها بالعربيه زي التوحيد وزي كذا. فاول ما جيت سجلت في هذه المدرسه و درست فيها ترم واحد ثانية متوسط. بعدين الوالدة غيرت لي المدرسة، لأنه قالت نحن الهدف إنك جيت نيجيريا عشان تتعلم الإنجليزي، بلاش نحطك في مدرسة عربية. فكانت حطتني في ديك المدرسة، سجلتني هناك أول شيء عشان الواحد يتأقلم مع الوضع شوي. فطبعا درست فيها ترم واحد، وبعدين نقلوني إلى مدرسة ثانية الشيخ ميهولا، برضو هي كمان نفس الشيء تقريبا. درست فيها الترم الثالث ثانية متوسط، وبعدين نقلوني الشيخ بشير اللي هي طبعا ويسترن اديوكيشن سيستم، كل شيء بالانجليزي ما غير اللغة العربية والقرآن. وطبعا اول شيء في اخذت امتحان القبول،
اول شيء سووا لي طبعا اورال انترفيو اللي هو مقابله شفهيه. ايوه وطبعا مره ما انسى نفس هذه اللحظه. نفس المدرس سالني كان يسبيك انجلش، فوقتها ما كنت ابى يعني ارد بيس او نو، كنت ابى اقول اعرف يعني، بس يعني درجه الانجليزي عندي يعني مره ما هي جيده. فوقتها يعني اتكركبت شويه، كنت متوتر فما قدرت يعني، كنت جالس افكر في الحل يعني ايش اقول له. فالا في النهايه قبل لا انا يعني ارد على نفس السؤال الا قام قاطعني وبدا يسال كده عن اشياء وزي كده وبالعربي. فعلى العموم بعدين قالوا للوالده انه صراحه انا ما راح اصلح انهم يدخلوني في ثالثه متوسط، لانه انا درست ثانيه متوسط، درست اولى متوسط في السعوديه، جد درست ترمين ثانيه متوسط، على اساس امشي ثالثه متوسط. فقال اول شيء الانجليزي عندي زيرو والهوسه عندي زيرو، ما عندي الا عربي. فعشان كده لازم يرجعوني برايمري 6 اللي هو سنه سادسه ابتدائي. فالوالده اترجتهم وقالوا خلاص طيب يعطوني امتحان قبول. فذاكرت يعني، لقيت فتره كده بسيطه اذاكر فيها واخذت الامتحان وسجلوني في اولى متوسط. وطبعا صراحه يعني الانفايرمنت كان فيري ديفرنت، كل شيء بالانجليزي يعني. في الفصل احس كاني يعني في عالم ثاني، ما افهم شيء، كل الانجليزي هذا اللي كان في السعوديه افهم وما ادري يعني، مره اختلاف كبير، لانه اول شيء في اختلاف في اللهجه وبعدين يعني يتكلموا بسرعه. فقبل ما انا اسوي بروسيسنج قيد هم خلاص راحوا محل ثاني. فيعني صراحه كانت تجربه فيري كومبيتيتيف ان، تجربه مره جميله صراحه، لانه صارت معايا مواقف كثيره وهذه المواقف هي اللي اثرت فيا وكانت عامل كبير انه انا حسنت لغتي الانجليزيه. اوكي طيب اعطينا مثلا موقف صار معك لما كنت في المدرسه الاولى اللي ذكرتها، اتوقع اسمها اس اس. ايوه صراحة. موقف مضحك او محرج او اي موقف تتذكره وما تنساه في هذيك المدرسه؟ صراحه ما في يعني موقف يونيك كده اللي اقدر افتكره، لانه كل شيء كان عادي. بس انه المدرسه كانت مره صارمه، بالذات يعني هم يركزوا على اكثر شيء في اللباس، ولازم تجي بالطاقيه، اذا ما جيت بالطاقيه يا ويلك. او حتى اذا كنت في المدرسه ومثلا اتوضيت ونسيت ما لبست الطاقيه يا ويلك. ايش كان اليونيفورم حقهم يعني؟ ابيض كله، بنطلون وقميص. قميص طبعا تقريبا الين ما قبل الركبه بشويه، وزي لبس النيجيري يعني. وطاقيه بيضاء. اوكي طب الاساتذه هم قلت ان هي مدرسه عربيه، هل كانوا يعرفوا عربي مضبوط ولا عربيهم فصحى ولا عربيهم فصحى؟ وصراحه اغلبهم عربيهم مكسر كده شويه. في بعضهم يعني الجيدين في العربي، بس يعني مقارنه يعني يعني عشان اللهجه، وطبعا هم ما عندهم حرف العين وحرف الحاء، فعندهم هذه المشاكل في العربي. بس في بعض المدرسين اللي كانوا يجيدون العربيه ما شاء الله. طيب نتكلم على مدرسة الشيخ بشير، عطينا ما شاء الله، اتوقع انك درست فيها كثير. درست فيها كثير. ايه طبعا اول ما اتسجلت في اولى متوسط كنت انا اضحوكة الفصل. كانوا يعني زي ما في الافلام الكورية البولين وزي كده، نفس المواد. لانه كنت زي الابكم ما اتكلم، لانه ما عندي لغة. طبعا هناك كانوا في اللي يتكلموا عربي بس قليل، سودانيين وفي شمعون صاحبي مره كان عز صاحب عندي وكان يتكلم عربي، فكنت اتواصل معه بالعربي كثير. فكانوا يقولوا انه، وتعرف احيانا لما الواحد يتكلم عنك تعرف، بس يعني تعرف انهم بيتكلموا عنك بس ما تقدر تقول، وتعرف اذا كانوا بيتكلموا عنك بطريقه سلبيه او ايجابيه. فكل الكلام كان طبعا استهزاء يعني، يقولوا هذا راح يكون اخر واحد في الفصل، هذا غبي ما يعرف شيء، شوفوا الغبي دوبه عدى من هنا وزي كذا. فهذا الشيء يعني خلاني مره انقهر وقلت ان شاء الله انا بوريكم في الاختبارات. وطبعا انا قبل اجي طبعا كان عندي هدف انه اتعلم اللغه الانجليزيه. والحمد لله الله هداني، بس كنت يعني احب الاغاني كثير، الاغاني الانجليزيه الراب 50 سين وتوباك وزي كذا. فإلا جاتني فكرة إنه خلاص دحين أنا ما أعرف الإنجليزية، فأفضل شيء إنه الواحد يتعلم شيء طبعا عن طريق الشيطان، يتعلمه بسرعة. وقلت خلاص كل كتبي أقعد أحفظها كأنها أغنية.
فهمت ما فهمت احفظ المواضيع، يصير من يوم ما اشوف موضوع في الاختبار اعرف انه هذا الموضوع وعارف كيف احل. فكنت احفظ كل الكتب سواء اذا فهمت او لا، والحمد لله توفقت وفي اول ترم جبت الرابع على الفصل. فما قدروا يصدقوا، حتى اللي كان بيجلس الاول اللي بيجيب الاول كان يعني كنا we share the same desk. فكانوا الا بدأوا يقولوا انه ها هو بيغشني وزي كذا. فبرضو هذا الشيء طبعا يعني ما وقفني او خلاني يعني it didn't like affect my target. ويعني برضو بدأت اذاكر اكثر وبدأت اتأقلم واتعلم شوية شوية. حتى افتكر يعني كنت كانت في حصص اضافيه ولازم تسجل فيها يعني ما اكسترا ليسن بعد دوام المدرسه من الساعه 2:30 الى 4 كذا. ففي مره الاستاذ الانجليزي قال لي اقرا جمله على السبوره. الجمله كانت the car knocked the boy. طبعا في عندنا في الانجليزي بعض الحروف سايلنت في بعض الكلمات. وانا طبعا لما جيت اقراها الا قلت the car knocked the boy. اول شيء الكاف السايلنت نطقتها وقمت قلت الاي دي يعني مره اعطيت الحركه الكسره المفروض يكون نوكت ذا بوي المفروض يكون نوكت. فجالسين يضحكوا علي وما ادري وزي كذا. فبرضه هذا الشيء يعني اعطاني الشجاعه وخلاني يعني انه اوقف على رجليني واجتهد اكثر عشان اقهرهم. فهمت كان يعني راح يكون انتقام. فبدأت أذاكر أكثر وزي كده والحمد لله الترم الثاني جبت الثالث على الفصل. إلا قاموا أشتكوني أفتكر. ووقتها يعني الطلبة كانوا كثير على الفصل فقاموا أقترحوا إنه يزيدوا فصل ثاني. فإلا قاموا سووا إنه من مثلا JS1A وJS1C للأولاد. فياخذ يعني odd numbers من هنا وهنا even numbers على حسب اللي هو البوزيشن في الفصل. فهمتي؟ الا صار يعني في فصل اللي بيجيب الاول من JS1A واللي بيجيب الثاني من JS1C يحطوهم في ذا، واللي بيجيب الثالث واللي بيجيب الرابع. فهمتي؟ أيوة. فصار يعني ميكس. وبتعرفي احيانا يعني مو شرط اللي يكون بيجيب الاول في JS1A اذا راح JS1C برضه يجيب الاول، يعني يختلف. المنافسه صارت مره كبيره. فبرضو إلا في الترم الثالث جبت الثاني على الفصل، واللي كان بيجلس جنبي بيجيب 17 على الفصل. يعني إذا كان صح إنه صاحبي شمعون كان بيغشني لما كان جبت هذه النتيجة. وأفتكر إنه في نهاية الفصل الدراسي الأول أعطوني أفضل طالب في القرآن. وكل إذا كان في أي يعني كده مسابقة في الماثماتيكس بكون من ضمن الطلبة اللي بيشاركوا في المنافسة، لأنه كنت مرة جيد في الرياضيات زي ما قلت لك من السعودية. وطبعا ما شاء الله في ذيك السنة يعني اسمي انتشر، لأنه كنت أول واحد يجي يعني إيش اسمه كده ما يعرف لا ما عنده لا لغة ولا شيء ويعني يكون من الخمسة الأوائل حتى يعني يأخذ جائزة يعني من أفضل الطلبة في مادة معينة. فهذه هي التجربة والحمد لله إلين JS2 إلى نهاية JS2 كنت صرت بجيب الثاني. طبعا الشيء اللي كان مرة يتعبني لغة الهوسة، لأنه برضو في عندهم مادة اسمها الهوسة. فعشان كذا وكان بيني وبين اللي بيجيب الأول الدرجات ما كانت كبيرة. فبعدين من JS2 ما درست JS3، رحت مدرسة ثانية درست JS1 عشان طبعا أتأخرت، المفروض أمشي JS3 رجعت JS1 ودرست فترة معينة قبل لا ألتحق في المدرسة، فضيعت تقريبا سنتين وشيء. فعشان كده الوالدة قالت خلاص بدل ما يعني أنا الإنجليزي خلاص الحمد لله عندي بيزك نيد، خلاص ما أدرس JS3. رحت مدرسة ثانية واختبرت وسجلوني في SS1. لما خلصت SS1 قمت رجعت الشيخ بصير درست SS1 وSS3 SS2 وSS3. أوكي. كيف كانت تجاربك مع الطلاب يعني النيجيريين؟ هل انه كان انه بنسمع كثير يقولوا انه النيجيريين غشاشين، النيجيريين صعبين التعامل، هل كان كذا بشكل عام ولا ايش رايك؟ هل في وفي؟ صراحه من كل نوعيه، في الغشاشين، في المجتهدين، في طلبه يعني ما شاء الله مره مثابرين، وفي يعني اللي ما يحبوا يتعبوا نفسهم زي كذا. فانت على حسب يعني انت اذا كنت يعني
تبقى تكون نفسك يعني تبقى تكتسب مهارات جديدة فلازم يعني تخلي الطلبة اللي يكون حوالينك من هذول الطلبة اللي بيجتهد وبيذاكر وأمورهم طيبة. فيعني في كل مدرسة فيها الطالب البليد وفي من الطالب المجتهد وفي اللي يغش وفي اللي ما يغش. اوكي طيب بس قصدي يعني على اخلاقهم وكذا. لا والله اخلاقهم صعبة. لا ما كانت صعبه، كان يعني فيري طبعا هي كبدايه يعني عادي تعرفي يعني اغلب حتى اغلب الناس اللي تصاحبهم في البدايه تشوف انه كانت بيناتكم كذا شحنه حتى بعدين صرتوا اصدقاء وزي كذا. فيعني مو انه يعني عوائدهم او طباعهم مره سيئه فلا ما اظن انه لهذا الدرجه، يعني طلبه عاديين كاي طلبه. أوكي. يعني ما في اختلاف سواء في السعوديه او نيجيريا، يعني ما حسيت بهذا الاختلاف الكبير بالنسبه لمعاملتهم لي كطالب. اوكي لانه في ناس كثير يقولوا انه النيجيريين حسودين اشرار كذا، يعني انه فهمت كذا يعني هم صراحه ياخذوا هذه الفكره من الاعلام ومن هو انت اذا ما عشت الشيء يعني وانت على حسب الناس يعني اللي اتداخلت معاهم صح ولا خطا. يعني من كل نوعيه فيه، بس انت على حسب انت اختيارك في ايش صح ولا خطا. انت اصلا من يوم ما تكون يعني في بيئه جديده يعني مع مرور الوقت راح تفهم ترى هذا الشخص عنده عاده سيئه ما تناسبني، هذا الشخص يعني ما هو صدوق. في صح في اللي مثلا تجي يسرق دفترك، هو ما يكتب ما يتعب، لما نيجي وقت الاختبارات يبدا يسرق الدفاتر وزي كذا، يعني هذا شيء عادي يعني، بس مو انه حسودي ما يبغى لك الخير ما يبغى لك تنجح. في تنافس من جهه انه انا اباك اجيب الاول انت تبغى تجيب الثاني، بس ما في صراحه انا التجربه اللي عشتها يعني ما قد مرت علي تجربه انه هذا يعني حاسدني عشان انا جبت الثالث، او بالعكس يعني كانوا متفاجئين حتى كثير منهم صاروا اصحابي. يعني لو كانوا من جد حسوديه وزي كذا وقت ما جبت الرابع او الثالث يعني ما كانوا يعني راح يتصاحبوا معاي وعلاقتنا تستمر وزي كذا. فهم وقت ما اشتكوني كمان لانه شيء عادي واحد ما عنده لغه وما درس هذا الشيء، الكوريكولوم حق السعوديه غير من الكوريكولوم في يعني المنهج التعليمي، في يعني برضو يعني مواد كثيره ما عندنا في السعوديه زي السوشيال ستوديز انترودكتوري تكنولوجي اللي هو الاي تي تي، يعني كلها ما كانت في السعوديه وما درستها يعني في البرايمري. فيعني اكيد واحد يجي ويجيب الرابع واللي جالس جنبه بيجيب الاول، اكيد الكل راح ياخذ فكره انه هذا بيغش. فبعد ما اثبت انه ترى ما بغش ولا شيء وهذا كل يعني من from what I have like worked on myself اتقبلوا الشيء وبالعكس يعني صرنا مره اصحاب. اوكي طيب اعطينا مواقف صارت معك. اول شيء موقف محرج صار معك في المدرسه. موقف ايش؟ محرج هو نفس الموقف اللي ذكرته لك ديكاك نوك ذا بوي. طيب موقف مضحك. موقف مضحك في من المدرسين اللي كانوا يدرسونا لغه عربيه، طبعا هنا تعرف في قبيله الهوسة والفلاني تقريبا يعني القبائل الشماليه ما بعضهم ينطق حرف البي اف وحرف الاف بي. فطبعا انا كنت عريف الفصل. عريف صح؟ عريف. كنت العريف. فإلا قال لي صفوان جيب ورقة وأكتب لي أسماء المشاغبين اللي بيتكلموا في الفصل لأنه وقتها كان بيوقع. فإلا قام قال لي بالإنجليزي صفوان take a sheet of paper and write the names of the noisemakers. طبعا أنا وقتها ما قدرت أمسك نفسي على طول انفجرت بدأت أضحك. إلا قام فرشني لأنه قال فيفا أنا أول مرة أسمعها. إيش قصده هذا؟ أيوه. وقم ضحك وقام اداني علقه وخلاص. موقف غريب صار معك في المدرسه. موقف غريب باي ناحيه يعني غريب؟ يعني لايك unexpected ولا irregular ولا ما افتكر صراحه. surprising. طيب موقف جميل يعني موقف اللي من الاشياء المواقف الجميله تذكرها في المدرسه. المواقف الجميله اللي افتكرها في المدرسه انه كل ما كنت اعدي اسلم على الاشياء اللي مره يعني برضو it motivated me انه لما كده يعني الاساتذه يعني غيروا نظرتهم فيا. اول كنت لما اعدي يعني احس كده يعني انه يطالوا علي يعني كده بشكل انه they don't يعني انا مني كده شخصيه مهمه او طالب مهم، بس بعدين بعد اول سنه ثاني سنه يعني صرت ما شاء الله الكل حتى كل المدرسه
أساتذة البرايمري يعرفوني وحتى أساتذة الثانوي يعرفوني. يعني كنت أحس إنه أدخل كل محل أو أسبابولا. أوكي مشهور. دي سكول. إيه. أوكي طيب حكينا أنت ما شاء الله عليك اختبرت وايك ونيكو وجام. حكينا عن تجربتك. طبعًا أنا أول شيء اختبرت برايفت وايك قبل الوايك. فصراحة كانت تجربة. وصراحة الشيخ بشير يعني كانوا في اختبار اسمه موك اكزامينيشن طبعا كل الطلبة يختبرون قبل الوايك والنيكو هو طبعا زي الوايك والنيكو ويهيئك فالحمد لله يعني كان عندي فاونديشن بصراحة يعني التجربة كانت مرة صعبة لأنه في كانت أسئلة كثيرة ما قد شفتها حتى المواضيع نفسها يعني أول مرة تمر علي وزي كده فصراحة كنت مرة خايف من يوم ما أشوف الأسئلة ايش اسمه فبعدين صرت انه لما ابدا احل ما اطالع في الاسئله كلها عشان بعدين لا اخاف واتوتر وما اقدر احل حتى الاسئله اللي اعرفها ممكن اتكركب ويعني اثر في طريقه حل الاسئله فمن اول تجربه عرفت وطبعا صراحه هذا المكل اكزام يعني والبرايفت وايك اللي اخذته هو اللي اعطاني هذه طريقه التفكير انه خلاص من يوم ما اجي لا اقرا الاسئله كلها بس ادعي وابدا سؤال بعد سؤال بشكل تدريجي عشان اذا قلت اطالع في الاسئله واشوف اسئله كثيره ما قد مرت علي راح انهار واذا يعني فقدت عزيمتي ما راح اقدر احل زي الناس فوايك والنيكو صراحه كانت مره تجربه صعبه جدا بالرغم اني يعني اخذت بيزك فاونديشن في الشيخ بشير لانه افتكر حتى في المتوسط يعني الاختبار اذا جيت تحل يعني اختبار اند اوف تام يعني على الاقل شيء يعني تحتاج 2 فيلز كاب 80 ليفز يعني تعبي تقريبا 8 اوراق لانه الاسئله يعني كانت مره صعبه ويعني ما يتساهلوا فهو هذا هو الشيء اللي مره ساعدني في الوايك والنيكو. قلت اختبرت برايفت وايك وفي نفس الوقت اختبرت الوايك والنيكو العادي، ايش الفرق بين البرايفت البرايفت وايك انه يعني طبعا بيكون قبل الوايك اللي هو الجنرال. ويعني تقدر يعني تسجل وتاخذه في مدرسه ثانيه. الوايك العادي لازم تكون انت دارس في المدرسه او تكون مسجل في المدرسه قبل وقت الاختبار. اما البرايفت وايك يعني المدرسه ديك تكون عباره عن مركز الاختبار بس تسجل فيه ويعني بغض النظر عن اذا كنت انت يعني في ثالثه متوسط او غير ذلك. اما الوايك العادي لازم ثالثه ثانوي لازم تكون في ثالثه ثانوي حتى تقدر تختبر ذاك الاختبار. اما في البرايفت وايك يعني it's left for you once you pay تدفع فعليك you face the consequences اذا ريسيفت قيدوا فلوسك هي يعني ما مو شرط يعني تكون يعني you have fulfilled some certain requirements زي الوايك العادي من ناحيه الرسوم هل كانت نفسها ولا في اختلاف؟ صراحه اتوقع انها نفس الرسوم بس ما اقدر افتكر حتى اذا كان في اختلاف الاختلاف ما راح يكون اكثر من اظن 2000 او 3000 وكيف في تصحيح النتائج وكذا هل كان جيد ولا؟ تصحيح النتائج يعني صراحه ما الواحد ما يقدر يعرف لانه انا ما شفت الماكين سكيم ان ات ديبيندز يعني قصدي يعني بالريزلت لانه انا افتكر انه سوى كانسلين اوكي هي صحيح لانه طبعا اللجنة الاختبار نفسها احيانا في سم فاكتورز يعني اللي تخلي ممكن اختبار معين يعني they will not release the result ممكن يكون في حدث يعني انه questions were leaked او يكون يعني في اكتشفوا انه في بعض الستودنت غشوا في ذيك الماده فيقوموا يعني يسووا كانسلين الماده بشكل كامل يعني سواء انت غشيت او ما غشيت فيقولوا دي يعني ما تبين نتيجه معينه يحطوا اكس يعني خلاص كانك ما اختبرتها يعني ما يكون يعني تقريبا كل الطلبه اللي اختبروا في ذاك المركز ما تطلع لهم نتيجه في ذيك الماده معناته لازم يختبروا من جديد ولا صراحه ما اظن انه اختبرنا مره ثانيه مو هذا كان برايفت في البرايفت انا قصدي بس يعني هل الواحد يقدر يستخدم الشهاده بعد ما تكون انه في مواد حاطين عليها اكس 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 لا ما يقدر اذا كانت من صراحه الشيء اللي اعرفه اذا كانت من المواد الاساسيه زي الماثماتكس والانجليش الا ان كان تختبر من جديد او اذا كان عندك النيكو يعني نجحت فيها صرت تستعمل the two results together اوكي the two results together كيف كانت تجربتك مع اختبار الجام
والله نفس الشيء، بس كان اسهل لانه هي اجابات اختياريه اوبجكتيف. يعني حتى اذا كويشن يعني ما تقدر تحله، ما عندك اي فكره عنه، يعني تسمي حقره بقره قال لي عم عندي العشرة وتختار. تختار يعني بين النتيجه اللي تكون اقرب، ممكن تكون ثلاث نتائج انت متاكد انه راح تكون من بيناتها، والنتيجه لانه هو الجام A B C D and E اظن 5 options، فيعني نسبتك يعني ممكن تقدر تحل كويشن وما عندك فكره عنه وتنجح فيه، فاسهل. بس انه المشكله اذكر بس دارس تايم ليميت، تايم ليميت غير كذا لما يكون مثلا في الرياضيات وزي كذا، لما يكون الاجابه الرقم مثلا الاجابه هي 186.9 يقوم يحطوا الاجابه اللي بعدها 186.8 186.7 بالذات في الفيزياء. ايوه لانه اذا انت مثلا حتى اذا كان حلك صحيح اذا ما سويت دي كوركت ابروكسيميشن ما راح تطلع عندك. مثلا هم يقول حطوه انتو 1 ديسيمال بليس صح؟ يعني فاصله بعد الرقم واحد. فانت في الكالكوليشن حقك يعني كبدايه، لانه طبعا ممكن تستعمل اكثر من معادله، فكل معادله تعطيك 0.333 اكثر من 10 ارقام، 10 ارقام في الكالكوليتر يظهر صح بعد الديسيمال بوينت، او قولي 7 ارقام او 6 ارقام، فانت لازم تسوي ابروكسيميشن. فحتى اذا سويت رونج ابروكسيميشن والحل كان صحيح يعني انت خلاص يعني ما تاخذ درجات على الستبس. على الستبس الحلو في الوايك والنيك انه في لما يكون هذا اللي هو صحيح بتاخذ ماكن سكيم على كل ستيب. القانون تاخذ درجه، ما هذا لو سويت الستبس كلها صح وفي الجواب الاخير كان مختلف. او احيانا عشان ما يكون في وقت يعني لازم يعني تحاول انك تحل بسرعه بسرعه. ايوه فممكن انت بتستعمل الاله الحاسبه وتضغط زايد انستد اوف نيجاتيف ولا شيء وتطلع عندك الاجابه وتحل غلط. انت كنت متواجد في كانو الوقت اللي كان فيها مشاكل بوكو حرام. مع بوكو حرام حكينا تجربتك. افتكر اول قنبله يعني سمعتها كده باذني كانت حقت فام سنتر. كنا بنلعب سنوكا بلياردو في العصر كده بعد العصر. فلما سمعنا الصوت حسيت الصوت كده في رجلي ارتجفت. ايش صار؟ وطبعا اظن كانت ثاني قنبله. اول قنبله اظن كانت في مسجد هذا مسجد بيت الوالي. الوالي يقولوا له ولا الامير؟ الامير. الامير دينا سيركي وقتها كانت وقت صلاه الجمعه. ذيك كانت اول قنبله. ثاني قنبله اظن حقت فام سنتر. الا بعدها كده بدقائق الا شفنا سيارات عليها جثث كده في الوينيت يغطوا الجثه او نفس المصاب كده باوراق شجر، لانه تعرف هنا صراحه قسم الصحه مره تعبان. There is no sufficient يعني ambulances، ما في سيارات اسعاف كثير وزي كده، ويعني it was critical condition. فكانوا ياخذ الناس في اي نوع من السيارات، في قلاب، القلاب الصغير هذا اللي بيشيل مويه الصحه، في وينيت زي كده تشوف الناس. كان منظر صراحة مرة جدا. وصار يعني في لوك داون كارفيو، ودائما تسمع انه صار طخ نار هنا، حرقوا البوليس ستيشن اللي كان هنا في كانو، في البوليس ستيشن هذا اللي كان في حارتنا القديمة في ديريمي ولا ايش اسمها، ريمينغيرا ولا ايش، حرقوا وقتلوا من العساكر. وقبل بوكو حرام كمان كان في المشكله اللي بين المسلمين والمسيح برضو. كانوا يوقفوا المسلمين ويقتلوا فيهم، يذبحوهم زي الخرفان. فكانت تجربه صراحه مره تخوف، يعني حسيت نفسي اني في فيلم، ماني قادر اصدق الاشياء اللي كنت اتفرجها اللي تصير في البرازيل، تصير في زي هذا امريكي في نيويورك وزي كده، يعني طخ نار وتسمع قنبله وزي كده، وزي اللي بتصير في بعض الاماكن في افريقيا اللي عندهم بالصواطير وزي كده ورقم الدبا وزي كده. كانت تجربه مره سيئه. هذا كان في عام 2000 وكم؟ كان الرئيس جودلوك اظن 2011 كده. اوكي إيه. وهل دحين في هذه المشاكل الامنيه ولا تغير الوضع؟ دحين صراحه المشاكل الامنيه زمان كانت اكثر شيء بوكو حرام. وهذول اسلامي كويست ما ادري ايش اسمهم هذول، داعش ايوه. دحين صارت كلها صراحه زي ما تقولي بانديتري اللي هم قطاع الطرق والخطاف. اما بوكو حرام صراحه ما في زي اول، لانه اكثر شيء
كانت عملياتهم في برنو وأدماوة ويوبيا وزي كذا. أما دحين هذه المناطق المتأثرة الحمد لله يعني صارت الأمان فيها مرة كبير يعني مقارنة بنفس هذاك الوقت. أما دحين أكثر شيء بانديتري زي في زنفرة وزي كذا وعمليات الخطف. أما بوكو حرام وقنابل ما هذه ما في صراحة. أوكي طيب وكانوا الأمن كانوا إيش رأيك الأمن في كانوا دحين؟ صراحة كانوا ولاية كانوا من الولايات اللي الأمان فيها مرة عالي، ويعني حتى إذا كانت في أحداث يعني تنعد على الأصابع ما يكون في أحداث كثيرة صراحة. أغلب الأحداث اللي تصير في كانوا لما يكون كده في وقت سياسة تصير يعني مضاربة بين هذا الحزب أو هذا الحزب أو هذول اللي يقولوا لهم إندبا يعني في نفس المناطق، مثلاً حق مقوفهم ماذا حق من زونغو يكون في بيناتهم منافسة، مثلاً راحوا أتفرجوا كورة في ستاديوم في اللي يشجعوا مثلاً زي الاتحاد واللي يشجعوا الأهلي، بعدين لما هذا الفريق يفوز على ذا كده تصير مغشنة زي كده زي هذه. أما يعني اختطاف وزي كده صراحة كانوا مرة آمنة جداً صراحة. دحين صار فيكم تدعموا القناة عن طريق زر السوبر ثانكس الموجود تحت كل فيديو. ما شاء الله عليك اللي حصلت قبول ودرست بكالوريوسك في نيجيريا، حكينا عن تجربتك في الدراسة الجامعية وأول شيء الحصول على قبول، هل كان سهل قبول جامعي أو لا؟ صراحة هو بشكل عام القبول في الجامعة مرة صعب، بس أنا الحمد لله أني كنت محظوظ. أنا طبعا أنا أول شيء قبلت في قدمت طلب في بيوكي اللي هي بايرو اللي في كانو المدرسة الجامعة الفيدرالية، هي طبعا من افضل الجامعات في افضل جامعة في كانو ومن افضل الجامعات في نيجيريا بشكل عام. فقدمت فيها وكنت ابغى ادرس طب طبعا الكل كان يبغى يدرس طب، فما اعطوني طب اعطوني فيزياء. فبدأت التسجيل فيها وكل شيء طبعا كان في اضطراب مدة 8 شهور، فهذا هو الشيء اللي مرة أخرنا ما بدأنا الدراسة. وقبل لا نبدأ الدراسة بأسبوعين الوالدة نصحتني إنه أقدم في جامعة جديدة اللي هي جامعة ستيت يونيفرسيتي في جيغاوا، وقدمت فيها كمبيوتر ساينس وبرضه أعطوني فيزياء. القدر بيقول لك فيزياء فأتذكرت في وقت ما كنت في الشيخ بشير كنت طبعا من أفضل الطلبة في مادة الفيزياء، وكان في عندنا أستاذ الله يرحمه هو كان مسلم أظن هو اسمه أنكل ألفا، كان دائما ينصحني يقول لي صفوان أنصحك أنت روح أدرس فيزياء، لأنه فيزياء يعني مادة مرة حلوة إذا أنت تفهمها، ويعني المنافسة فيها مرة قليلة لأنه كثير كثير ما يحبوا الفيزياء ما يقدموا فيها، وحتى اللي يكونوا دارسين فيزياء يعني ما يكون عندهم علامات عالية. وهو يعني شاف انه انا يعني مره جيد في الماثماتكس وفي الفيزياء، فكان دائما ينصحني ويقول انه هو راح يدعي لي انه انا ادرس فيزياء، فحسيت انه دعوه الاستاذ هذا يعني هو اللي حدد مصيري انه ادرس فيزياء، والحمد لله طلع لي خير لاني اتوفقت بفضل من الله واتخرجت بدرجه اولى في البكالوريوس وفي الماجستير في الفيزياء. يعني ممكن لو كنت درست ماده ثانيه الدكتوراه او الكمبيوتر ساينس ممكن لو ما كنت يعني جيت درجه جيده والله اعلم. كين عن تجربتك طيب في المدرسه في الجامعه اقصد؟ صراحه تجربتي كانت مره جيده لان اول شيء كنت افتكر لما كنت اتفرج الافلام الامريكيه كده الطلبه يكونوا في سكن المدرسه وتصير كده اشياء، وفي الاوقات اللي الطلبه كده يجلسوا برا ويستمتعوا ويتحكوا عن كده، يعني كانت تجارب صراحه مره جميله وذكريات لا تنسى. كنا بداية الجامعة طبعا بداية الجامعة قبل الدراسة تشتد، يعني ما كنا نفرق بين هذا يدرس في هذا من ساينس او ارت او هيستوري، يعني كنا دائما مع بعض طلاب يعني طلاب ما في حسب تخصصي فكنا دائما نتمشى في الليل ونشتري قصب سكر، نشتري قصب سكر كثير ونتمشى ونقول اللي ما خلص حقه يصير نساعده، ويعني بنينا مرة علاقة جيدة واستمرت حتى بعد التخرج. فكانت تجربة صراحة مرة ممتازة وكانت فيها صعوبات، بس الحمد لله يعني بشكل عام أقول the experience was 90% excellent. 90% أنت درست يعني في جامعة في نيجيريا وأغلبها كانوا نيجيريين صح؟ إيه. كيف كانت تجربتك معاهم؟ راح هو حسب الانتراكشنز كيف انت تتعامل مع الناس. انا احس يعني بالنسبه لي يعني طبعا الكل عنده وجهه نظره
وحسب الظروف اللي هو كان فيها، وحسب انت، وانت لما تفكر بشيء بشكل ايجابي يعني تحاول تبني علاقه وتتجنب يعني ما تصير معك هذه الامور اللي بتسمعها من الناس. انا صراحه يعني لاني انا زي ما تقولي اصحابي كانوا، لانه المدرسه طبعا بيكون فيها من كل القبائل، ناس من الشمال، ناس من الجنوب الشرقي، من الجنوب الغربي، يوروبا، ايبو، كل شيء. وكان عندي اصحاب من كل القبائل، من يوروبا حتى زي ناس جين وميرسي اذا تفتكري، ناس تيكي، ناس شدراك، يعني ما كان، فعلى حسب وحسب انت يعني الفرقه اللي انت تمشي معاها. يعني طبعا اكيد ما اقول لك 100% انه كل الطلبه كانوا جيدين، لازم تلاقي من كل طينه موجود، في البطال وفي الطيب واللي في يعني المتوسط، في اللي كانوا يعني زي اللي يحبوا يعني يدخلوا في الحبوب والسكر وزي كده، لانه طبعا تعرف يعني في من كل القبائل وفي من كل الديانات، في مسيحيين وفي مسلمين، يعني على حسب يعني. فما احس يعني انه زي ما الناس بيقولوا انه انت اذا ترى يعني قدمت في جامعه وبدات تدرس فيها راح تتاثر، لانه في ناس زي كده وفي ناس زي كده وفي سيكريت سوسايتي وفي، فحسب انت يعني يعني الشيء اللي انت تبغاه والناس اللي انت تخالط. كيف كانت تجربتك مع المسيحيين؟ كثير ناس بيحرضوا يقولوا المسيحيين مشاكلهم كثيرة مو زي المسلمين. صراحة انا بالنسبة لي اغلبهم يعني they were very friendly. حتى كثير يعني صاروا يحبوا يسمعوني لما اتكلم عربي، يعني متقبلين صراحة. لانه افتكر صراحة حتى من المسيحيين كان في واحد اسمه سمائيل، نحن كنا نحسبه مسلم. انا ما عرفت انه مسيحي اظن الا في ليفل 3، يعني اسمه سمائيل نحن نحسب يعني اسماعيل، لانه تعرف هنا عندهم اسامي كثيره يغيروها. محمد بعضهم يقولوا ممم ما يقولوا محمد او يقولوا محمد وزي كده، ففي اسامي كثيره تتغير، فما كنت احسب يعني انه ما هو مسلم. فيعني ما عندهم يعني يعني زي ما تقولي طغينه للاسلام او يعني من يوم ما يقولوا هذا مسلم، ما بالعكس يعني حتى بعضهم كثير يعني كانت يعني علاقتي معهم جيد اكثر من بعض المسلمين في الجامعه. طيب حكينا عن المحاضرين والدكاتره والبروفيسورز بشكل عام، كيف كانت وجهه نظرك فيهم؟ كنت من الطلاب اللي علاقتي مع المحاضرين كانت مره جيده، انه حتى بعض المحاضرين كنا نلعب معاهم كوره. حتى افتكر في محاضر اسمه مستيانا كان يدرسنا، هو طبعا اظن درس انجليزي، وفي كانت ماده اسمها جي اس بي، هذه جنرال ستوديز ما ادري ايش. انت اذا كنت في تخصص العلمي لازم في الجي اس بي في كل سنه في مواد معينه لازم تدرسها. مثلا في السنه الاولى تدرس انجليزي، في السنه الثانيه تدرس تاريخ عن الشيء اسمه زي كده، السنة الثالثة تدرس peace and conflict أو شيء عن entrepreneurship وزي كده، عشان طبعا ما تكون يعني you are just in one-sided mind. حتى العامة اللي بتحتاج تعرفها عن اللغة وعن الدولة تكون موجودة. أيوة. فهذا المحاضر يعني أول ما جينا المدرسة طبعا أنا كنت أحب ألعب كورة، وكنت ألعب يا سنتر وسط يا مهاجم قبل المحاضرات تبدا وزي كذا. طبعا انا ما كنت ادري انه استاذ، هم اثنين، والثاني اسمه عبد الحكيم، هو كان يدرسنا ترايجونومتري، هو في ديبارتمنت اوف ماثماتكس. ففي ملعب اللي كنت اروح له قريب من السكن كان في فريق من اظن اكبر فريق في نفس المحافظه، فكنت اروح اتمرن معاهم، ونفس المحاضرين هذول الاثنين كانوا يتمرن هناك. فافتكر انا ويانا في اغلب الاوقات يعني نكون في، انا اكون في فريق ويكون في الفريق المنافس، فاجي ادف يعني ضربه قانونيه ويدفني اسحبه ويسحبني وزي كذا، فهمت يعني؟ ما كنت اتوقع يعني، كنا مره عاديين، وهو الثاني كمان عبد الحكيم. فاول حصه للجي اس بي اللي شفته دخل جود مورنينج ستودنتس، قلت بسم الله الرحمن الرحيم، هذا اللي جالس ادفه. طلع محاضرة من ذاك الوقت يعني صار زي صاحبي. حتى افتكر في مرة كذا كنت احب اسحب، كان في رقم اثنين حقه اللي يلعب مدافع عندهم، كنت اتعبه كثير، فاللي قاعد يقول لي، واحيانا اذا كان في فريقي يعني انا من الشخص اللي احب انفرد بالكورة وزي كذا، واحاول اني اسلط الاضواء، اخذ ال what do you call it spotlight، اخذ spotlight، فكان يقول لي انت شخص مرة اناني.
فعلاقتي صراحة كانت مرة جيدة مع المحاضرين بشكل عام. تكلمنا على الصعوبات اللي واجهتها في الدراسة الجامعية في نيجيريا. صراحة اللي يدرس جامعة في نيجيريا ويتخرج بعلامات يعني عالية يقدر، أنا بالنسبة لي يقدر يدرس في أي مكان. أول شيء من الصعاب إنك تحضر المحاضرة وتكون في الصف الأول. هذا الشيء يعني لازم تقوم بدري وتجي يعني بسرعة بسرعة لأنه الناس تتضارب على الصف الأول. هذا الشيء واحد. شيء ثاني أحيانا يكون في محاضرة، ولأنه تعرفي أحيانا مو كل المحاضرين يكونوا من نفس الجامعة، في فيزيتين، في اللي يجوا من جامعات ثانية، فأحيانا نجي محاضر يقول هذا الجدول هذا أنا ما هو عاجبني أبا جدول غير، أو أحيانا يكون عنده وقت فراغ اللي يقرر يكلم في الجروب يقول إنه ترى هو جاي وأنت ما تكون في المدرسة، هيا هيا بسرعة تعال تعال، أو كده أستاذ بس كده مزاج يقول يلا أبا أسوي لكم اختبار. أنت يعني بتمر بتجارب يعني مرة صعبة، ويعني فيك تقول يعني it constructs you as a good student and hard working student. فغير انه الدراسة صعبة يعني انه ما يتساهلوا مع الطلاب، يسلخوك سلخ يعطوك اسئلة صعبة جدا، ويعني انك برضو تكون يعني حاضر في نفس المحاضرة شيء صعب، لانه بعض الاساتذة يعني اللي يكون عندهم policies زي دكتور ايدي ادم، هو اذا دخل قبلك ما تخش، يقول انا جيت من كانو سفر ساعتين وشيء واجي قبلك ما يصير. وطبعا كان السكن لانها مدرسه كانت جديده، كنا اول دفعه، السكن كان خارج الجامعه، فكانت في باصات المدرسه اللي تودينا، والباصات ذيك ما تكفي، فكمان قبل ما تخش تاخذ الباص وتوصل المدرسه كمان شيء صعب. اول مره الباص لما يجي ياخذ اظن شيء و30 طالب، اظن في له شيء و30 بقعد، باقي الطلبه يكونوا واقفين في ثلاثه باصات، تو كاسترز اللي ياخذوا 32 شخص، وبعدين في الكمبيوتر بس اللي ياخذ اظن 18 راكب. فوقتها يعني المحافظه كانت يعني زي ما تقولي ما كان فيها سكان كثير، حتى السكان يعني ما كان في يعني مواصلات اخرى، ما كان في الا الدباب، حتى الدباب احيانا ما يكون متوفر، ممكن اغلبهم يكونوا يعني في اللي يمشوا الاسواق وفي حقين الجامعه يعني ما يكفوا كل الطلبه. فكان انك اصلا كمان اذا كانت عندك يعني محاضره في الصباح راح يكون صعب عليك يعني انك توصل بدري، واذا المحاضر دخل قبلك ما تقدر تدخل. وفي اشياء كثيره يعني المحاضر يعني مثلا يقولها وقت الحصه وما تكون يعني في نفس الهاند اوت اللي هو الايش اسمه اللي اعطاها لكم، ايش يقولوا الهاند اوت بالعربي، طبعا عندي العربي خلاص اللي هو الملخص المحاضره، الملخص اللي يعطيه المحاضر. ايوه، ففي معلومات كثيره يعني انت تستفيد منها وممكن يسال عنها في الاختبار وما تكون متوفره في نفس هذا اللي يعطيكم اياه. فعشان كذا انك تكون متوفر في كل المحاضرات، وبعدين المحاضرات بشكل مستمر، يكون عندك حصه من 8 ل 10، من 10 ل 12، من 12 ل 1، بعدين من 1 ل 2 احيانا يكون عندك وقت فراغ بس حق صلاه وكذا تشم هوا، وبعدين 2 تو 4، بعدين 4 to 6، احيانا كمان يكون في براكتيكال، ودائما البراكتيكال يكون 4 to 6، فاحيانا تجلس الين بعد المغرب، احيانا كمان توك يعني مخلص تبى ترتاح تبى تذاكر يجيك محاضر يقول هو ما يقدر يجيكم في خلال ايام الاسبوع وراح يجي سبت. ليفل 4 كمان يطلع لكم واحد يجي ولا يجي سبت واحد يعني هو خلاص يجي سبت بدل ما يجي يقطع مشوار زي دكتور هنقرو يجيك من غومبي من محل بعيد ويجي يعطيكم محاضره واحده ليش، او بروفيسيولا كان يجينا يوم السبت ما شاء الله ما يقصر، يستلمنا من الساعه 10 احيانا لين الساعه 3، احيانا اذا مسكت معي يقول يلا خلاص بدل ما انا في انا بعد، ويوم الاحد ناخذ ساعتين وبعدين اروح. فيعني ما كان يكون عندك وقت كافي انك تدرس، لانه انت من الصباح لين تقريبا المغرب في الجامعه، رجعت تبى تطبخ لانه كنا ساكنين في يعني سكن الجامعه، تطبخ قبل ما ترتاح تبى تذاكر قيد وخلاص العشاء، لازم تنام بدري عشان تقوم بدري تصلي الفجر وتهيئ نفسك عشان تروح وتلحق الباص وتلاقي لك يعني كرسي في المراكز الأمامية. فصراحة كانت مرة صعبة جدا. تكلمنا عن سكن الجامعة، انت جالس في سكن الجامعة، ايش التحديات والصعوبات اللي واجهتها في السكن الجامعي حق المدرسة، حق السكن حق الجامعة؟
سكن الجامعة من الصعوبات أول شيء المشاركة. طبعاً أحلى شيء إنه كنا أول دفعة فكان السكن كل شيء جديد. هذه من الأشياء يعني اللي استمتعنا منها واستفدنا منها. فكل شيء كان جديد، بس إنه المشكلة المشاركة. تحط مداسك أحد، وأنا كنت أكره إني أخلي شيء أجي ألاقي ما هو فيه في محله. بغض النظر عن يعني حتى إذا كان شيء تافه، أنا ما أطالع إنه في هذا الشيء إذا كان هذا الشيء يعني مرة ما أحتاجه أو ما هو ضروري. الشيء اللي قهرني إنه أنا أجي أقعد أدور على الشيء، فكنت ما أحب يعني أجي ألاقي أحد يجي يجلس فوق سريري. أنا كنت من يوم ما أقوم أرتب السرير والبطانية، لأنه أنا كنت دائما أذاكر فوق السرير. أكثرهم كانوا يروحوا محلات بعيدة يذاكروا عشان ما يقدروا يذاكروا في الإزعاج إذا كان في إزعاج. وأنا صراحة من النوع حتى إذا كنت بتنطنط في السرير اللي في الدور اللي فوق، أنا كنت طبعا في السرير اللي تحت أقدر أذاكر، ما عندي مشكلة. النويز حتى أحيانا كنت أشغل أغاني أو قرآن وأذاكر، لأنه طبعاً فيزيكس عبارة عن معادلات ودرايفيشنز أغلبه. الحفظ فيه له قليل، إنك تحفظ الثيوريز اللي هي النظريات والمعادلات، أما أغلب الأشياء يعني فهم. It's all about practice، ممارسة. فالإزعاج ما كان يأثر فيه، فكنت أذاكر فوق السرير. خلاص أنا أرتب سريري وأموري طيبة، أرجع أجي ألاقي واحد نايم فوق السرير. إذا أنتم مستمتعين بالفيديو لا تنسوا أنكم تعملوا لايك وسبسكرايب وشير للناس اللي تحسوا أنه هذا الفيديو حيفيدهم. ليش تنام فوق سرير وأجي أعطر سريري أو أخلي أموري ضابطة عشان أجي أرتاح وأذاكر وأحس نفسي في جنة؟ لا، لازم يعني نفسيتي تكون يعني جيدة حتى أقدر أذاكر. أنا إذا نفسيتي كانت معكر ما أقدر أذاكر. حتى أفتكر كنت يعني ألعب قبل المذاكرة. في العصر يا ألعب تيبل تنس يا ألعب كورة يا ألعب PS، بس لما أذاكر أكون فرحان. يعني المذاكرة يعني إذا كنت يعني مزاجي معكر، ممكن الشيء اللي أذاكره في ساعة يأخذ معي 3 ساعات، وسريري يعني كان مركز مذاكرتي. فأجي ألاقي واحد كمان من غرفة ثانية ما شاء الله نايم فوق السرير، هذا من الأشياء وهذا واحد شيء. الشيء الثاني مشاركة في يعني المداس أو الجزمة، أجي أرتب أجي ألاقي ما في. أحياناً تطبخ أكل تروح قبل ما تيجي ترفع القدر فاضي، الأكل فين راح؟ حتى في مرة صاحبنا كان بيطبخ إندومي، خلاص خلص الإندومي قبل ما يروح يجيب الصحن جاء لقى القدر ما في، واحد أخذ الأكل حقه وروح. أو تجي مثلاً تعبي موية خلاص تبى تروح تتروش تيجي تلاقي السطل وكل شيء ما في، حتى الصابون والليفة يا هو. يا جماعة جهزت واحد جاهز. أنت ما تدري، ممكن أنا عندي مشكلة في الجلد، عندي أمراض جلدية، تجي تأخذ اللي فتي وصابوني وتجي تدور، أو كمان خلاص تودي كل أشياء ومنشفتك وكل شيء توديها الحمام، بس تنسى حاجة أو تبى تغير المداس تيجي تلاقي واحد خلاص دخل وتروج وخلص، ويجي يطالع فيك ويرمي لك، وبعضه كمان يخلي لك الإشي اسمه، وتجي أو وقت ما يجي خارج ما تلاقيه إلا يعطي السطل لواحد والتالي يجي يستلم بعد، برضه هو يتروش كمان بالليفة والصابون وأموره طيبة. وكانت من الأشياء اللي مرة تقهرني، أو واحد يجي يستعمل الدافور حق الطبخ الستوف، اجي الاقي اهو الكيروزين خلص، اقول يا هو يا ناس ايش صار؟ او في مره كمان طبعا اول سنه كنا نتشارك الاكل، كنا خلاص بدل ما نحن ساكنين في نفس الغرفه، بدل ما يعني عشان الدراسه وتجي تطبخ، اذا كل الواحد قاعد يطبخ لوحده يعني الوقت راح يكون مره ضيق، ليش ما نسوي جدول؟ خلاص نفرين يطبخوا في هذا اليوم، بعدين زي كده مناوبة، كنا 6 أشخاص في الغرفة، 3 سرور up and down، 6 أشخاص، فاتفقنا ونتشارك أشياء الأكل، الكل يجيب ونجمجها مرة واحدة. في الطبخ الحمد لله من يوم أنا صغير يعني أحب الطبخ، أطبخ كنت أطبخ كثير، فما أحب الطبخ اللي لأنه أنا صراحة يعني اكل شيء كده أحس إنها وجبة يعني جيدة في الطعم، أكل قليل يعني قولي اكل 60% اكون شبعان 60%، ولا اكل شيء ما هو عاجبني واكون شبعان 100%. فكنت اخذ وقت طويل، احيانا اسوي شباتي اجلس ساعتين في المطبخ والاكل يجي يخلص في 10 دقائق، عشان كنا ناكل يعني جماعه، هم يطبخوا لك تاليه دميده يا اجي،
ايش تعني ادويه بالعربي؟ سباجيتي مع زيت وبيضه بس كده بابويل يطبخوها بمويه حاره ويصفوها ويحطوا عليها زيت، يا زيت عادي يا زيت احمر وماجي وشطه وكل واشرب مويه واروح. انا ما ينفع معاي هذا كثير لانه الزيت يجيب لي حرقان، فاخذ وقت كثير اسوي يعني بالصلصه او اسوي كبسه بالروس كده احط عليها بهارات وهيل وزي كده، ما اطبخ من دون بهارات. فحسيت انه انا دائما مظلوم، الاكل اللي يطبخوه يعني ما استمتع، اكل اشبع يعني بس ما استمتع به. وانا لما استمتع بالشيء يعني اي جيف اوت الانرجي، الطاقه اللي عندي تكون مره كبيره، فانا شغال على هذا الشيء، العب واكل شيء مضبوط عشان ياثر في الاوتبوت. وبعدين ثاني شيء مثلا الاشياء اللي انا اوفرها تخلص بسرعه. وبعدين الاكل اللي يسووه ما يناسبني، زي اسوي شعيريه، اسوي شباتي، اسوي عدس، عدس طبعا باللوبيا، يعني اجلس 3 ساعات احيانا لما اقشر اخرج الغلاف حق اللوبيا واجي اصفيها وما ادري واطبخها على نار هاديه لما تصير زي العدس، يعني مشوار، واحط عليها كركم او ايش اسمه عشان اللون يتغير يصير عدس، يعني اي امبروفايز. فحسيت انه كانهم بيظلموني. والشيء الثاني انه صاروا يعني احيانا يطبخوا اللي يكون الطبخ عليه ما يطبخ شيء مضبوط، يسوي اي كلام. حتى في مره واحد عبد الصمد سوى لنا مكرونه بيضة، قبل ما نصحى من النوم صارت عصيده المكرونه ولا تتاكل، تحاول تكسرها حتى ب ايش اسمه، خلاص الا كانت تاكلها زي العصيده. من الاشياء انه التجارب السيئه انه يعني لما يطبخوا ما يغسلوا الاشياء في نفس الوقت، او دائما انت الكل يعني ما يكنسوا المحل يعني اكثرهم. حسيت ان انا بتعب زياده، فقلت خلاص صراحه انا الموضوع هذا ما راح يمشي معايا، انا راح اسوي اكل لحال وزي كده. حتى احيانا اسوي اكل مظبوط، اروح اشتري لحم وزي كده، اقول لهم اتفضلوا زامتشي، اي زامتشي حتى تقول له لحمه يقول ما ياكل، قال زامتشي من يوم ما حط يده على اللحم واكلها، والثاني اكل اللحمه واكل اللحم كله انا ولا واحده ما اكل. قلت يا الهي. واحيانا بعضهم يسووها كده بس عشان يقهروك، يعني مو انهم يقهروك عشان يقهروك كده، كاني كده ابو مزح وزي كده فهمتي. فبرضه هذا كمان كانت من التجارب السيئه. ما شاء الله عندك مواقف كثير، من اجمل المواقف اللي صارت معك في الجامعه، موقف جميل. موقف جميل كان في اخر سنه وقت انا الانترنال ديفنس. طبعا كل طالب لازم يسوي مشروع التخرج. فوقت ما سويت البريزنتيشن قدمت المشروع للبروفيسور، قال لي انه صراحه هذا المشروع حقك، حتى طالب يعني في الماجستير يتقبل، لانه مشروع مره كبير درايفيشن وسويته كل شيء بنفسي. فقال صراحه هذا المشروع لازم ننشره، وي ببلش ات ان ساينتفك جورنال. ولما سويت البريزنتيشن افتكر الدين اللي هو مدير القسم، صح مدير القسم او مشرف القسم، دين اوف فاكولتي اوف ساينس، وعدني انه ان شاء الله بعد التخرج على طول راح يثبتوني اكون محاضر في الجامعه بشكل رسمي. وكثير يعني من المحاضرين وقتها يعني they appreciated my work، فكان من افضل المواقف صراحه. اصعب موقف صار معك في الجامعه؟ اصعب موقف صار معايا في الجامعه بس كان وقت الاختبارات، اخر اختبار ما وقتها ما كنت اقدر اذاكر. طبعا انا كنت اذاكر اول باول، بس طبعا قبل الاختبار لازم يكون في كده مراجعه، تراجع كل شيء قبل الاختبار. مثلا اذا بعد المحاضره كده تحاول تلاقي لك وقت فراغ في الاسبوع عشان تقدر تذاكر الشيء اللي ايش اسمه درسته قبل المعلومات كلها تضيع. فاخر مراجعه ماني قادر اراجع ذاك التخصص الماده عفوا، لانه كان اخر اختبار، وكنت زي ما تقولي يعني خلاص وصلت الى مرحله اني ما اقدر اذاكر، والشوق يعني خلاص بعد هذا راح اتخرج من الجامعه. فمني دائما اقعد أأجل, ااجل 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 لما جاء باقي يوم على الاختبار وانا ما راجعت ونسيت الماده، بس برضو كانت من المواد اللي ما هي سهله وما هي صعبه. فيعني كان عندي اخر خيار
وطبعا انا كنت يعني اذا ما جبت نتيجه مره عاليه ما راح ادخل في فيس كلاس، لاني كنت بيني وبين الفيس كلاس كان فاصله 2، يعني ما هي درجه واحده، فاصله 2، فلازم كان على الاقل اجيب درجه مره عاليه حتى اتخرج بفيس كلاس. اذا ما جبت هذه الدرجه العاليه ما اتخرج بفيس كلاس، وهذه الماده يعني كنت مره خايف انا ما راجع. وطبعا انا النسكافيه الكوفي والشاي ما يمنعني من النوم، بالعكس انا احيانا اشرب نسكافيه وانام واعيش احلام سعيده. فكلمت صاحبي قلت له ترى انا ما ذاكرت ودحين لازم اذاكر طول الليل، ايش اسوي؟ قال لي روح كل جورو. والله رحت دبرت جورو واكلت والحمد لله، جلست اذاكر من بعد العشاء لين الفجر. بعدين اتوضيت، وطبعا الاختبار اظن كان من 10 ل 12 او من 8 ل 9، كان من 9 ل 12، كان 3 ساعات اظن صح. فما نمت طوال الليل، جالس اراجع 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 وعيوني حمرت وزي كذا، ما نمت الا بعد الفجر اظن، نمت حق ساعه او نص ساعه وخفت انه لا انام واصحى اشوف انه خلاص الناس كذا خرجوا من الاختبار، لانه في زميل انا كان بيذاكر و نسي انه كان في اختبار في نفس الوقت وضاع على الاختبار، فكنت خايف من ذاك الشيء. فبس الحمد لله يعني قدرت اراجع والحمد لله، حتى لما شفت الاسئله يعني الحمد لله كل شيء كان جيد. موقف محرج صار معك في الجامعه؟ كان في موقف محرج من الزميلات اللي المسيح، طبعا هم المسيح عندهم السلام عادي، ايش اسمه التلامس بين ايش اسمه الجنسين، دي تو جندرز از فيري نورمال. فكانت في واحده اسمها جين كان عندها مشكله في الرياضيات، فكانت دائما تقول لي بالله انه اقعد يعني اساعدها وزي كده. ففي مره ايوه في كده اظن ماده كده نجحت فيها عشان انا ساعدتها، الا جات بتقول لي شكرا. نجحت فيها لانه انت ساعدتها في المذاكره ولا غششتها؟ لا كنت بساعدها في المذاكره. كانت من الرياضيات اللي رسبت فيه مرتين، فساعدتها في المذاكره ونجحت فيه، والثاني ما نجحت فيه. بس برضو يعني جات كده يعني وقتها وقت ما شافت الريزولت اظن يعني ما قدرت تتمالك نفسها وحسبتني يعني عادي، هي تعرف طبعا انه وقتها اظن كنا في ثالث سنه اظن او ثالث سنه او ثاني سنه ما افتكر، ثالث سنه جامعه اوكي اي اظن. فهي تعرف اصلا انه انا ما اسلم على الحريم وزي كذا، فجات بجري صفوه ما ادري وزي كذا، الا لما جات جنبي وانا بسم الله بقول ايش بها هذه، الا قامت افتكرت او وقفت. وكان في ناس وزي كذا ومحاضرين، ف كان مره موقف كانت تبغى تحملني الله يهديها. الا بعدين افتكرت، حتى كانوا كثير يقولوا لي انتم ليش كذا، انت ليش ما تسلم على الحريم، ما تسلم على الحريم. حتى بعض الحريم اللي ما يعني ما بيناتنا شيء من الطالبات ما كنت اكلمهم وزي كذا، كانوا يقولوا لاصحابي وزي كذا انه هذا شخص متكبر ما يحب يتكلم مع الحريم شايف نفسه. اول شيء نصيحتك لاي احد يدرس في المدرسه في نيجيريا وبعدين دراسه جامعيه المرحلتين. أول شيء صراحة الواحد لا يستعجل، ياخذ كل شيء خطوة خطوة، لأنه الدراسة الجامعية تحتاج فاونديشن، لازم الواحد يكون عنده بيزكس، لأنه في يعني تخصصات في الجامعة زي الدرج، إذا ما نجحت في التخصص الأول ما تقدر يعني تختبر، ما تقدر تاخذ تسجل في التخصص الثاني، فيعني راح يكون عندك اوتوماتيك كاري اوفر الماده، يعني الماده نفسها. يعني مثلا انت هذا التخصص حقك 4 سنين، في اول سنه في عندك ماده ريسبت فيها، ففي ماده في السنه الثانيه لازم تكون نجحت في هذيك الماده حتى تقدر تسجل في نفس الماده دي. يعني شفت راح يكون عندك زياده سنه. فاول شيء ولازم يكون عندك بيزك فاونديشن، لانه هنا في الوايك والنيكو والجام في ناس تقدر تغش، بس في الجامعه من يوم ما تغش طرد، حتى في بعضهم يعني ما يطردوهم في نفس الوقت، ممكن لما توصل اخر سنه يطردوك وتقعد تقول انا ايش سويت وايش سويت، وانت ما تفتكر انك غشيت، بس هم عارفين وممكن كانوا بيشوفوا اذا انت تغير، او يعني they didn't finish the investigation at that time، او نفس السنه اللي هم لجنه الجامعه ما اتخذوا قرار، او ممكن في النهايه في اخر ميتين قبل التخرج they will decide that you have to be expelled.
فلازم يكون عندك فاونديشن، لان اذا ما كان عندك فاونديشن you cannot go anywhere. ما تقدر صراحه تدرس جامعه، لانه راح يكون في عندك تحديات غير نفس التحديات اللي هي المعلومات اللي انت ما عندك. هي لازم يكون عندك الكوريكولوم في اشياء، وفي الجامعه يعني ما يعطوك شيء من الالف الى الياء، يدوك 30% بعضهم بعض الستيبس. يعني ممكن تكون من معادله، تبدا المعادله، قول المعادله هذه متكونه من 10 خطوات اساسيه، بس انت اذا تحلها لازم تاخذ قول ممكن شيء و20 خطوه. حتى افتكر كانت في ماده ديفرنشال ايكويشن، ممكن السؤال يكون يعني سطر واحد، تاخذ ممكن 5 صفحات انت بتحل. يعني اذا ما كان عندك بيزكس يعني ما تقدر صراحه، بالذات اذا كان شيء يعني علمي، شيء فيه له معادلات لازم تكون فاهم. يعني ما تقدر بس تحفظ، اذا حفظ يغيروا الليتس او يغيروا the concept of question. الكويشن كان اكس ام واي ان زد، ممكن المعادله تكون فيها ممكن 5 letters وانت لازم تستعين بليتس، لانه يو كان سي ذات كذا، تسوي assumptions. ويعني ما تقدر تنجح بالحفظ، لازم يكون في فهم. غير انه الواحد يكون عنده بيزكس، ايش كمان نصيحه ثانيه بعطيها؟ الواحد يعني صراحه لازم هي سراوند هيم سيلف وذ ا جود ستودنت، لانه صراحه بيكون في تاثير كبير على البيئه. زي ما قال الشاعر، ان القرين الى المقارن ينسب. يعني الطلبة اللي يكونوا حوالينك، في صاحبي مقرب ما بأذكر اسمه كان مرة شاطر في السنة الأولى وزي كده، في النهاية التحق مع مجموعة يعني كان فيهم اللي يحششوا زي كده، فنحن أتخرجنا 2018 وأظن أتخرج 2021 بعد ما نحن رجعنا من الماجستير وأتخرج. وفي البداية يعني كان يعني درجاته طيبة في التست وزي كده، بس من يوم ما خش مع ديك المجموعة خلاص انحرف. وهو عنده بيزكس ويفهم، بس هم أثروا عليه. فالواحد أول شيء يعني لازم يختلط مع الناس اللي يعني جيدة، والناس اللي تكون أفضل منه عشان يتعلم منهم. وثاني شيء يعني الواحد لازم يسوي time management. You have to understand yourself. يعني في بعض الناس مو إنهم ما يذاكروا، في ناس أنا أفتكر يأخذوا أكلهم ومويتهم ويأخذوا سجادة ويروحوا محل بعيد جوة الغابة يذاكروا، ما يرجع إلا المغرب بيذاكروا كل هذا الوقت، وفي النهاية يرسبوا في أكثر من المواد لأنهم يعني ما يعرفوا إمكانياتهم. وأنا كثير منهم كانوا يقولوا أنت إذا مشيت مع صفوان راح ترسب. حتى صاحبي ذاك اللي التحق بدولاك الأصحاب وجالس يرسب في قريبه محاضر، قال له أنت ليش ما تمشي مع صفوان، صاحب صفوان؟ إذا بيقول له أنا لو كنت مصاحب صفوان أصير أخص من كده طول يوم ولعب، إنه كنت أنا جدولي من يوم ما نرجع، إذا رجعنا بدري من 4 بعد العصر على الملعب قاعد عندي. احيانا اذا مو على الملعب، اذا ما كان في تمرين العب تيبل تنس، وفي الليل العب كمبيوتر او اتفرج فيلم حلو، خلاص اخصص قولي ساعتين عشان لما اكون سعيد الشيء اللي ادرسه في ساعه ادرسه في نص ساعه، وبعدين ادرس بعد الفجر لانه يكون في هدوء وفي كده بعد الفجر سبحان الله كده يكون في هواء نقي، يعني تحس انك في جو مذاكره. يعني انا اعرف نفسي، اعرف اذا درست في النهار ممكن يعني ما افهم مضبوط، او في العصر لانه بالي في اللعب، طب ليش اتعب حالي؟ خلاص انا اي نو ماي سيلف، او اعرف هذا الشيء انا ياخذ مني ساعتين عشان افهمه. لانه افتكر كان في كوانتم ميكانكس من اصعب المواد في الفيزياء ليفل 400، في شيء كنت ما فهمته، فعن ايش اسمه وان دايمنشنال بارتيكل سمثين لايك ذات، وفي له سوليوشن حق ماتريكس. فاستلفت كتاب من اللايبراري مكتبة الجامعة، وجلست في صفحة واحدة بس أبغى أفهم المعادلة من الساعة 10 ليل إلى الساعة 3 صباحا. يعني أحيانا you need to work harder. أحيانا when you understand yourself يعني تذاكر في الوقت اللي يناسبك، ما تضغط على نفسك، لأنه أحيانا أنت تضغط على نفسك حتى الشيء اللي ذاكرته بح، فما تضغط على نفسك كثير. أحيانا في أوقات أنك تضغط على نفسك، زي احيانا مثلا يكون باقي على الاختبار او التست مثلا يوم، وفي يعني مواضيع ما فهمتها، في ذاك الوقت اضغط على نفسي عشان افهم الشيء ذاك، بس المعلومات يعني تكون سطحيه، فهمتي؟ يعني المعلومات يعني تكون فولاتايل،
يعني ما تجلس في عقلي كثير، ممكن بعد الاختبار بعدها بيوم خلاص تضيع. في زي ذاك الوقت يعني انت تبى درجات عاليه فلازم you have to make such sacrifices. ايش الصعوبات اللي واجهتها في نيجيريا بشكل عام؟ في الحاره يعني كنت تعرفي طريقه التفكير، طريقه تفكير وقت ما كنت في السعوديه اول ما جيت نيجيريا. طبعا في السعوديه وقت ما كنا صغار في الحاره وزي كده لازم تكون رجال، اذا وريت انك يعني شخص بسيط غنمه تاكلك الذئاب، يعني لازم هيامه. تعرفي المكاويين ما يحتاج هيامه ويا واد وما ادري وخلي راسك فوق فزي كده. اما هنا في نيجيريا ما ينفع، وهناك خذ حقك بنفسك. يعني مثلا بيناتكم انتم صارت اتضاربت مع واحد وزي كده، فهمتي؟ ما في روح اشتكي، روح اتضارب راس براس وزي كده، انت وهو اتضارب وخذ حقك وزي كده، فهمتي؟ وبعدين تصيروا اصحاب او زي كده، خلاص انا اخذ حقي، لا هذا اقوى. حتى كنا في احيانا نقول خلاص من جمعتنا من اقوى واحد، هذا اقوى بعدين ده بعدين زي كده. يعني طبعا زي ما قلت لك يعني كنا، كانت مرحله الطفوله من 14 سنه انا جيت نيجيريا، فكانت عقلانيتي زي كده. جيت هنا يعني ما ارضى احد يستحقرني في الحاره، وكنت يعني ادخل مع ناس كانوا يقول زي في المدرسه يقولوا هذا ابله ما يتكلم. طبعا في المدرسه يعني ما كنت يعني my reaction was different مقارنة ب my reaction في الحواري وزي كده، لأنه حسيت ممكن إذا استحقروني كده بعدين أي شيء they will bully me and يأخذوني يعني كدمية ضرب. فكنت أضرب فيهم كثير. حتى في واحد وقت ما أنسى، كنا نلعب في كرماوا، منطقة اسمها كرماوا قريبة من بريزن، في سجن في المحل. فكنا نلعب هناك، وطبعا الحاره ديك فيها اندبا كثير، عشان كده في سجن وفي بولي ستيشن في المحل. كنا نلعب كوره هناك جنب دانسارفين. مره كده راجعين واحد استحقرني، ما ادري جالس يسفسف فيا وزي كده، فما ضربته بس كده عنقلته، طاح في الارض وكده لقط له زي كده اللي سوى زي كده، والناس يقولوا ايه لم حسيت ها ما شاء الله يعني اي هاف اتينت سمثينج. فهو اخو الكبير دندبه من اللي سوى المضاربه حقت السواطير وزي كده. حتى افتكر بعد ما يعني كبرت بعدها بسنين، اصحابي اللي هناك يقولوا ترى ذاك اللي مفتاحه اللي ضربته دحين صار دندبه، قال والله دحين اذا شافك لما يقتلك بيدور عليك. ما ادري ايه، لا تجي الحاره، تبى تجي هنا نتقابل برا او زي كده. فهنا يعني مو زي في السعوديه تصير معاك حاجه او كده مثلا تتجنب يعني المشاكل، لانه هنا في ناس عندهم ما عندهم شيء يخسروا، and you have everything to lose. ممكن هو عايش حياته كده صايع، يقابلك كده في الطريق يطالع فيك. ذيك المره كنا ماشيين في السوق، واحد بس جاء ماشي طالع فيه الداهد كس حتى ايش اسمه فقش له خشمه، ما سوى له شيء. طيب اذا قلت بتروح تضاربه بعدين ممكن الناس يترمى عليك او يكون معاه سكينه يقتلك وخلاص، يروح يسجنوه حق كم يوم. وتعرفي هنا يعني الشرطه مره في فساد يدفعوا له 10,000 يخرج عادي. فعشان كده يعني لازم تكون بعيد عن المشاكل، تحاول انك تتقي المشاكل قدر الامكان، مو زي في السعوديه راس براس خذ حقك. وهنا ما في الكلام ده، انا مني جبان، والله خليك جبان. وقالوا القوي قوي الايمان مو قوي العضلات وزي كده، وانت خليك يعني شخص ذو حنكه ويعني حكمه، ما تدخل نفسك في شيء بعدين تندم عليه، ويعني ذات ثين يعني از نوت ورث ات. بس احس برضه على السعوديه هذا وقت كان ايام زمان، دحين ما عاد صار ابليكابل. كان ايام زمان يعني كنت وقتها صغير. ايه مضاربات الحال، مضاربات يعني بسيطه مو شيء زي كذا. طيب تحس انك جيت نيجيريا بدري ولا متاخر ولا في الوقت المناسب؟ لا احس اني جيت في الوقت المناسب صراحه، لانه اذا كنت جيت قبل كذا ممكن يعني لو كان اللغه العربيه حقتي يعني زي مثلا كثير اللي جو هم صغار يعني ما يكتبوا عربي زين، حتى يعني عربيهم مره مكسر وزي كده. صح انه انا كمان عربية صار مكسر، بارمي مطبات كثير، بس برضه يعني I can read and write fluently. يعني حتى بعض ممكن اللي درسوا جامعه هنا العربي حقي يعتبر انه اعلى، اني درست حيلين المتوسط هنا.
وإذا جيت يعني يعني بعد ما درست الثانوي يعني قبل ما أتأقلم، لأنه الثقافة غير، المنهج الدراسي غير، المواد غير، فرح يكون مرة صعب علي، فأحس إني جيت في الوقت المناسب. طب ندمت إنك جيت نجيب؟ أبد، أحس إنه كان من أفضل القرارات اللي الوالدة اتخذته لي في حياتي. وأنا طبعا جيت قالت لي كذا 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 كذا، وأنا كنت راضي بالشيء لأنه حسيت إني راح أشوف بيئة جديدة وراح أشوف أهلي من جهة الوالدة العائلة وزي كذا، وأتعرف على ناس جدد. وطبعا كنا هناك في السعودية عندنا فكرة إنه إذا يعني أنت ما أنتك مواطن فالجامعة راح تكون مرة صعبة، فالأفضل إنك تجي قبل ما توصل مرحلة الجامعة عشان يعني تكون في الصراط، تكون في الطريق، ما أحتاج إنك تبدأ بعض الأمور من الصفر أو 50% وتتعب على نفسك وزي كده. You need extra effort. فحسيت صراحة إنه جيت نيجيريا الحمد لله. طيب إيش تقول للناس اللي يبغوا يجوا نيجيريا لكن خايفين يبغى يجي يدرس ولا يفتح مشروع ولا أي شيء لكن خايفين من طماعه؟ هو الشخص صراحة إذا كان عنده هدف، once you have عندك رغبة في الشيء وعندك هدف معين، يعني I don't think there is something that will stop you. As far as you have that target, خلاص وأرض الله واسع. أنت ما تدري يعني إيش القدر، يعني يعني ما تدري what God has planned for you. يعني أنت تتخذ خطوة، أنت لازم تعمل بالأسباب وتتوكل، تجهز نفسك، تهيئ نفسك، يعني you make inquiries وزي كده. وإذا شفت يعني الشيء ناسبك أو يعني ما ناسبك، you try to adjust some things، تغير بعض الأمور وتتوكل وتجي. حكينا بشكل مختصر عن تجربتك في الخدمة الوطنية في نيجيريا. وإيش هي الخدمة الوطنية؟ الخدمة الوطنية عبارة عن يعني يعني هي مدة معينة تقريباً 12 شهر صح؟ 12 شهر إنك يعني تخدم نيجيريا وطنك قبل. يعني هم يعني الفكرة من الخدمة الوطنية اللي هي NYS بوجهة نظري إنه أول شيء يعني أنت تتعرف على قبائل أو بيئات جي ثانية، لأنه مثلا إذا أنت كنت من الشمال يرسلوك، أو إذا كنت من ولاية ما تقدر تخدم في نفس الولاية إلا إذا كان عندك يعني ظروف زي مثلا حالة يعني حالة صحية إنه تمنعك إنك تدرس في ولاية غير ولايتك، أو مثلاً تخدم فيها تعيش يعني تجربة خارجة عن yeah outside your box safety box something like that. إذا كان يعني مجال خاص بالصحة أو مستشفى مستوصف صحي وزي كذا، أو إذا كان يعني أنت درست شيء كذا education يعني ممكن تكون في جامعة أو مدرسة أو كلية، أو إذا برضو كمان ممكن يعني تخدم في قسم الجيش أو مكاتب كذا، شركات يعني مصانع وزي كذا حسب التخصص. وطبعا قبل يعني يعينوك إلى جهة معينة لازم في مدة 3 أسابيع تخييم، يعني يكون فيها مان أوفر وزي كده، ويكون فيها كأنك إكسبيرينس كأنك في الجيش، كأنك في الجيش، ويكون فيها يا رب إيش يقولون شكرا، يعني يهيئوك جسدياً حتى يعني إذا حصلت نفسك كده يعني في موقف كده أمني خطر أو زي كده كيف تتصرف إذا صار معاك يعني مثلاً حادث أو كنت على جسر وطاح، يعني كل هذه الأمور يعني عشان إذا لقيت نفسك في زي هذه المواقف إيش هي الخطوات اللي تتبعها decision making how to يعني how to تحمي نفسك how to يعني take precautions. فتقريباً 3 أسابيع تخييم، تقوم بعد الفجر تسوي باريت ريس ابو مدري ايه وجري، ويكون في تنافس، وبعدين في برضه كانيبال وزي كذا، تجربه مره جميله. اتوقع انك سافرت لاكثر من ولايه، حكينا اعطينا الولايات اللي سافرتها وملخص عنها كيف كانت تجربتك فيها. سافرت لبس طبعا بر 13 ساعه سفر، الطرق صراحه مره
كركبة يعني مو طول الرحلة، يعني مناطق معينة كده ممكن تجلس حق ساعة ساعة ونص، الطريق مرة ما هو مضبوط. بصراحة أنا وقت ما سافرت يعني كان في أمان، مو زي بعد ما بوكو حرام والاختطاف وزي كده. سافرت ليغوس، من ليغوس سافرت كوالا ستيت، تحديدا إيلوري. بعدين كان في عندنا رحلة مدرسية سوكوتو وزاريا، وبرضو قد سافرت كادونا وقدمنا أختي. طبعا انت قدمت في ملحة وانا رحت معاكي كادونا اذا تفتكري، ووقت الكام كمان في كادونا، انا التقديم كان في كادونا. وطبعا قد رحت عبوجة مرتين او مرة ما افتكرت. المرة الاولى رحت المطار فقط، المرة الثانية وقت الملحة اجراءات الملحة التأشيرة وزي كذا. وبرضو وقت ما جيت اسافر الى ليغوس وكوالا ستيت مرينا بكم ولاية، نايجا ستيت وكوجي ستيت ومينا. اوكي نايجا مينا از ذا سيم ثينج، ايوه عادي الولايات والسلام. اوكي جيجاوا كمان. اوكي جيجاوا، وصف لنا كل ولايه بكذا بجمله من الولايات اللي زرتها. خلينا نبدا بجيجاوا. جيجاوا يعني توها لسه يعني ما فيها حركه كثير صراحه، ما فيها حركه كثير وصغيره. سوكوتو مره حاره، حتى صراحه طعم الاكل عندهم غير، لانه افتكر رحنا كم مطعم ما قدرت اكلها لانه المكونات والبهارات زي كذا غير، فبس هي حاره صراحه. كادونا يعني لاصحاب الطبقه المخمليه يعني افضل من كانو من جهه، انه يعني الناس كذا الحياه اللي هم يعيشوا في كادونا. يعني زي ما تقولي متحضرين اكثر من كانو شويه حقين كادونا، متعلمين متعلمين يعني مو متعلمين يعني منفتحين اكثر من كانو. بعدين ليغوس. ليغوس زحمة، ويعني لازم يكون عندك خلفية وتعرف، يعني صعب انك يعني لازم يكون عندك دليل لانه كبيرة ويعني فيها مرة ناس كثير ويعني خطيرة، فيها اماكن خطيرة للناس يعني ما عندهم خلفية يعني صراحة. افتكر لانه في محل كنا نلعب سوني لقى واحد ولد مسدس، الشرطة جو مسكوه لنا المكان، وكنا نلعب كورة في النيفي، مقر النيفي هناك في ليغوس، في النيفي هم البحارة ايش يقولوا البحرية صح؟ الجيش البحري. الجيش البحري كانوا يسلخونا سلخ، يقولوا قبل لا تجي تلعبوا نلقطوا الزباين روح اشتري لنا مويا وزي كذا، يعني عندهم زي هذاك النظام فهمتي؟ اللي حكم البرغول يقولوا. فهذا هو. وكوالا ستيت بسرعه بسرعه صراحه، يعني اليوروبان قبيله اليوروبان من القبائل اللي ما تحب تنتظر، من يوم ما تبغى شيء تبغاه يصير كن فيكون. فهذا هو. طبعا الولايات الثانيه يعني ما جلست فيها بس عبرت من خلالها فما اتوقع. اوكي طيب طيب نيجيريا في كلمه. جريت تشالنج. جريت تشالنج تحدي كبير، كلمتين هذه تسوكي المره اللي تشالنجين. تشالنجين يعني تشالنجين ان ا بوزيتيف واي. اوكي شكل ايجابي. كانوا في كلمه. كوكتيل. كوكتيل لانه فيها من كل، فيها ناس يعني من ولايات اخرى وفيها ناس زي لبنانيين سوريين فهمتي مصريين سوريين هنديين. اوكي جيجاوا في كلمة. يعني هي ولاية توها بتتطور وما فيها حركة. ما فيها حركة فأقدر أقول ولاية منعزلة. منعزلة أوكي. شكرا صفوان إبراهيم، كانت مقابلة جميلة جدا. قول لهم سووا سبسكرايب لايك شير. لا تنسوا تسووا لايك سبسكرايب شير. شكرا لك.